وطبعا الأحداث الرياضية زي ما بنقول دايما موجودة بشكل كبير في مهرجان العالمين في نسخته الثانية. عشان كده حفلة قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد السوبر جلوب هيتم إقامتها بمدينة العالمين الجديدة، وده يوم الأربعاء اللي جاي. هيشارك فيها كمان الأهلي والزمالك وبرشلونة. هنعرف تفاصيل أكتر عن القرعة وعن المشاركة دي من كابتن عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد. برحب بحضرتك يا كابتن. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. في البدايه عايزين نعرف اهميه وجود حفل ل يعني قرعه البطوله في مهرجان العالمين، ايه اهميه ده بالنسبه للبطوله وكمان بالنسبه لمهرجان زي مهرجان العالمين الجديده؟ اولا في حاجه مهمه لازم كل المشاهدين يبقوا عارفينها وحضرتك، ان بطوله العالم للانديه كاس العالم للانديه هي اول مره تقام في مصر. قبل كده كانت بتقام أقيمت ثلاث سنين ورا بعض في قطر، أقيمت سنة في السعودية، أقيمت خارج في أوروبا قبل كده، ولكن دي أول مرة تيجي في مصر. فكان طبعا من المهم جدا إن هي عشان نقدر نعملها في مصر إن لازم يبقى فيه كمان بجانبها ترويج سياحي للبلد والإمكانيات البلد والبنية التحتية العظيمة اللي موجودة اللي تمت خلال الفترة اللي فاتت بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العالمين الجديدة، عشان تبقى بارت من الجزء الكبير اللي هو مهرجان العالمين طبعا الجديدة. الحاجة الثانية ان احنا الشراكة دي تمت ما بين الاتحاد المصري لكرة اليد والاتحاد الدولي لكرة اليد والشركة المتحدة للرياضة اللي هي بتمثل الدولة المصرية، ان احنا اخذنا تنظيم البطولة دي لثلاث سنوات قادمة ان شاء الله 24 25 26، ودي هتبقى فرصة كويسة جدا. فاحنا يعني اخذنا الفرصة ان احنا او الموافقة ان احنا نقدر نعمل القرعة، اجراءات القرعة للتسع أندية اللي هيبقوا موجودين في البطولة في مدينة العالمين الجديدة. هيبقى موجود طبعا ممثلين الاتحاد الدولي، الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي، والأستاذة أمال خليفة المدير التنفيذي، وهيبقى موجود كمان مدير المسابقات في الاتحاد الدولي طبعا بجانب الشركة المتحدة، وكل ده تحت رعاية طبعا الدولة المتمثلة في معالي الوزير الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. فدي هتبقى فرصة ممتازة إن احنا نوري العالم، لأن البطولة القرعة دي هتتذاع زوم على السبع أندية اللي هيشاركوا بجانب الأهلي والزمالك، هم تسع أندية بجانب الأهلي والزمالك، فهتبقى فرصة طبعا إن الناس تشوف الأندية دي من دول إيه يا كابتن؟ او انديه ايه اللي هتشارك؟ موجود برشلونه من اسبانيا، ماجدبورج من المانيا، ونادي فيسبرم من المجر اللي هو بيلعب فيه لاعبنا المحترف اللاعب الدولي يحيى الدرع، ونادي الخليج السعودي الممثل عن قاره اسيا، الاهلي والزمالك عن افريقيا، نادي من البرازيل، ونادي من امريكا الشماليه. فدول هيبقوا تسع فرق هيتقسموا على ثلاث مجموعات، وهيتم عمل القرعه. طيب البطوله اللي هتبتدي ان شاء الله يوم 27 سبتمبر ان شاء الله. طيب ده معناه ان المباريات ممكن تقام بمدينه العالمين الجديده او يمكن في المرات اللي جايه بما ان مصر هتستضيفها لاكثر من سنه؟ ولا حفل القرعه فقط هو اللي هيكون مبدئيا؟ حفل القرعه بس، لان احنا في البطوله تم الاتفاق ان هي هتقام ان شاء الله في برضه شرح جديد كبير من بتقيم الدوله المصريه اللي هو العاصمه الاداريه الجديده في المدينه الاولمبيه في الصالات الصالتين اللي موجودين هناك. فدي برضو احنا بن بن يعني دي كانت توجه الدوله ان احنا نقدر نوري البنيه التحتيه الانفراستراكشر القويه اللي موجوده في البلد سواء في العالمين الجديده او في العاصمه الاداريه، لنقل الصوره للعالم كله، لان احنا بنسعى مش بس كمان احنا الحمد لله السنه دي الشركه المتحده بالشراكه مع الاتحاد المصري والاتحاد الدولي قدرنا ان احنا ناخد كمان في يناير الجاي تنظيم بطولة كأس العالم للقارات للمنتخبات، ودي بيجي فيها أبطال القارات الستة
بجانب الدوله المنظمه، ودي كانت زمان بطوله موجوده من فتره كان اسمها العظماء السبعه، ولكن الاتحاد الدولي غير اسمها وخلاها بطوله كاس العالم للقارات. فاحنا اللي عايز اوصله لحضرتك ان احنا ديفينتلي ممكن تبقى في فكره ان السنه الجايه تقام في العالمين، ممكن كاس العالم للقارات تقام، هي بتقام كل سنتين، فممكن سنه 27 تتعمل في العالمين. يعني احنا كل يوم احنا ممكن نتفاجئ في 27 ان احنا ممكن بنعمل في مكان ثالث. انت شايفه البلد التحول فيها في حته الانفراستراكشر بقت يعني حاجه بصراحه مشرفه جدا، وده طبعا بيجي من الرؤيه ورؤيه 2030 ورؤيه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبعا دوله رئيس الوزراء والدكتور اشرف صبحي. الدوله كلها يعني شايفه حضرتك الاهتمام بالرياضه شكله عامل ازاي، وده بيعكس مدى التنوع في زي ما حضرتك كنت بتتكلمي دلوقتي مع المراسله بتاعت حضرتك على مهرجان الاكل والاغاني والموسيقى والازياء والكلام ده كله، يبقى فيه كمان الرياضه، فتبقى يعني تبقى مصر هي الجاذب الرئيسي للسياحه سواء صيف او شتاء، وده الهدف من كل الاحداث الرياضيه والثقافيه والفنيه اللي حضرتك بتشوفيها. الحقيقه المهرجان السنه دي اتاح فرصه لكل الرياضات انها تظهر بشكل كبير، سواء كان ده بشكل ترفيهي او بشكل احترافي زي القرعه اللي احنا منتظرين انها تتم. لكن لو اتكلمنا تحديدا عن تتويج بسوبر جلوب، عايزين نتكلم بتفاصيل اكتر عن البطوله دي بالتحديد، ويعني على اي اساس بيتم اختيار الانديه؟ هو بيتم اختيار الانديه بناء على بطل كل يعني مثلا الاهلي هو بطل كاس السوبر الافريقي، ولكن الاهلي هو المنظم، فالاهلي بيبقى البلد اللي بتقام فيها البطوله من حقه ان هو يبقى فيه بقى نادي تاني. نادي الزمالك هو النادي اللي لعب المباراه النهائيه قدام النادي الاهلي في السوبر جلوب في نهائي كاس السوبر الافريقي. مين بطل اوروبا؟ كان برشلونه هو بطل اوروبا بعد ما تغلب على البرج الدنماركي. مين بطل النسخه السابقه؟ هو ماجدبورج الالماني. مين بطل اسيا؟ هو نادي الخليج. فهي بيتم اختيارها على اختيار الانديه ابطال القارات. ابطال القارات. انا بشكرك، شكرا جزيلا كابتن عمرو صلاح امين صندوق الاتحاد المصري لكره اليد، شكرا ليك، واكيد منتظرين نتفرج على الحفل، وميزه كمان انه هينقل عبر تطبيق زوم لكل انحاء العالم.